آخر سؤال في الفقرة، بصوا بقى السؤال ده، اللي هيدوس على البازر هيديني رقم. اتفقنا؟ تمام. سرعة البديهة، والسؤال هو كم عدد المربعات البيضاء في 5 لوحات شطرنج؟ 160. إجابة صحيحة، برافو عليك يا رفعت. طبعا 160، حسبتها ازاي؟ هي لوحة شطرنج 64 في النص 32 اللي هو الابيض، في 5 160 بالظبط كده. 60 جامعة كفر الشيخ، 80 جامعة دمياط.